السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد النهاردة بقى شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. انا صحيت الصبح كده، حبيت كده اشرب حاجة مختلفة شوية. عملت حلبة بلبن، شربتها وقلت اشوف كده اللي ورايا قبل ما ابتدي بقى اخش في المطبخ والتجهيزات بتاعت اليوم ده. شربتها هنا، قلت بعمل لهم كده فطار على السريع علشان ما تلخمش بقى واشوف اللي ورايا. انا ما كانش عموما ورايا حاجة في البيت خالص غير المطبخ اليوم ده. عملت بطاطس ويدجز، طريقتها سهلة وجميلة قوي. حطيتها كده، قطعتها تقطيعة تخينة كده شوية، حطيت عليها ربع كوباية زيت او اقل، حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، بهارات، بابريكا، ومكعب مرق الدجاج، وهبتدي بقى اقلب. وده بصل باودر وتوم باودر على بعض، حطيت برضو رشة كده، كل دي معالق صغيرة، وهبتدي اقلبهم كده مع بعض. الطريقة دي سهلة وجميلة وعجبتني قوي بصراحة، كنت اول مرة اجربها. انا كنت خايفة بصراحة تطلع طرية، بس طلعت حلوة جدا. طلعت من بره كده ناشفة شوية، مش ناشفة قوي بس شوية يعني بسيطة، وليها طعم حلو كده، والتوابل باينة فيها، ومن جوه مستوية بقى وطرية حلوة جدا، عجبتني بصراحة. وعملت لهم كده همبرجر جنبها، وقلت بقى يفطروا علشان اعمل الغدا براحتي. فطرنا هنا بقى الحمد لله، وبعد كده بقى قلت اعمل لي انا بقى فنجان قهوة. اليوم ده بقى انا كنت عاملاه المطبخ مفتوح لأي طلبات بقى، أي مشروبات يعني. كنت قلت ايه، اليوم ده اجازة من اي حاجة. عملت لنفسي انا القهوة، وكل اللي كان بيعوز بقى حاجة بعملها له. يعني كان يوم كده دلع شوية. في بقى اللي انا كنت بشرب بقى قهوتي وانا بعمل لهم المشروبات اللي هم طلبوها. في بقى اللي طلب قرفة، في اللي طلب كاكاو، يعني قلت يوم بقى من نفسه. ده هنا ده كان كاكاو، لا دي كانت قرفة، قرفة بلبن. عملت انا بقى كده، وكنت بشرب القهوة وانا بعمل المشروبات دي علشان هبتدي بقى اجهز للغدا. بعد كده بقى ابتديت بقى اجهز للرنجة بقى. انا السنة دي ما خللتش فسيخ ولا سردين، كنت عاملاه معاكم السنة اللي فاتت طريقة تخليله، وهو والسردين والبسارية، هبقى احطهم لكم في صندوق الوصف لو حابين تشوفوهم. كانت الطرق بتاعتهم جميلة جدا وناجحة قوي. السنة دي بقى هعمل رنجة، هشويها بقى. المرة دي انا شويتها في فرن البوتاجاز، بصراحة الطريقة دي تحفة. انا مش بعد كده مش هشويها على البوتاجاز تاني خالص، انا بشويها برضو في الصينية، مش بتبهدل الدنيا، بس ريحة الشقة بتبقى رنجة. انما لما بتعمليها بالطريقة دي بصراحة الشقة بتبقى ما فيهاش الريحة الفظيعة بتاعت الرنجة دي بصراحة. فتحت الشواية كده وحطيت الرنجة تحتها، خدت وش يعني اتشوت، قمت قلبها على الناحية التانية برضو اتشوت، جميلة جدا وما بتعملش دخنة في الشقة ولا حاجة خالص. والفرن بعدها حطيت فيه كده طبق فيه مية بخل، البخار ده بقى نضف لي الفرن من الأبخرة بتاعت الرنجة، ومسحته بفوطة وخلاص على كده. هنا بقى مسكت بقى البصل، قطعته كده وحطيت عليه بديل الليمون ده، وهحط معاه برضو خل. واحنا بقى بصراحة الاكلة ديت بنحط يعني الشطة بقى الزيادة، انتي ما تحطيش، بس احنا بنحط الشطة الزيادة بقى على البصل وعلى الرنجة. اهي الرنجة بقى اهي اتشوت بالمنظر انتوا شايفينه ده.
فصصتها بقى كلها كده، وشلت الشوك على قد ما قدرت خالص يعني، وعملت لها بقى طحينة كده وطماطم، عملناها مع بعض احنا قبل كده فما فيش داعي اعيدها تاني. وكان في عندي بقى السردين ده انا بحبه بصراحة، فجبت العلبة دي، العلبة دي تقريبا ب10، حطيتها كده، حطيت عليها برضو ليمون اللي هو البديل الليمون ده، وبحبه غرقان شطة بقى بصراحة. بس بيبقى حلو قوي النوع ده بصراحة من السردين، وليمون بقى بحط عليه، وبرضو ساعات الاكل بنزود يعني، بنحط ليمون براحتنا بقى. بس كانت اكلة جبارة حلوة جدا يعني، يعني نعم اكلة متعبة شوية بس لا، بس جميلة تستاهل يعني. بس بعد كده بقى خلاص شاي بليمون طبعا لازم بعد الرنجة، وهو ده كان يومنا، ما فيهوش شغل كتير ولا تعب، كان روتين خفيف كده معاكم. اشوفك بقى.